مع التراجع الكبير للجنيه المصري أمام الدولار ومع تأثر العديد من القطاعات بهذا الأمر، طرح المنشغلون والمتابعون للدراما والسينما جملة من الأسئلة، أولها وأهمها: هل تتأثر العملية الإنتاجية بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار؟ وهل يأتي شهر رمضان القادم بخريطة درامية منزوعة الدسم في الكم والكيف؟ وما الحلول التي يمكن أن تنقذ صناع الدراما من هذه الأزمة؟ إذن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على ملف صناعة الدراما والسينما، أناقش هذا الملف مع الناقد الفني الأستاذ رامي عبد الرازق. أستاذ رامي مساء الخير، كيف ترى تأثر صناعة الدراما والسينما بما جرى ويجري لخفض قيمة الجنيه المصري؟ اهلا بك استاذ عمرو، مساء النور. الحقيقه ان هناك تاثر واضح سوف يظهر خلال تحديدا الشهور القادمه اللي هما اخر شهرين قبل شهر رمضان اللي هو الشهر الاكبر والموسم الاكبر بالنسبه لصناعه الدراما، تحديدا على مستوى الاجور، لان حاله التضخم اللي حاصله مع انخفاض قيمه العمله المحليه هيؤدي بالعاملين في هذا المجال الى الرغبه في زياده اجورهم لمواكبه هذا التضخم وانخفاض العمله، وبالتالي ده هيكون حمل كبير على الميزانيات. حتى لو كان هناك اتفاقات قديمة، لكن هناك كمان فكرة سد فجوة انسحاب أي عنصر من عناصر العمل بسبب أزمة في الميزانية، بالإضافة إلى الأجور هناك نسبة الهالك الخاصة بمعدات التصوير، ارتفاع أجور أو ارتفاع تأجير معدات التصوير خصوصا مع تقلص الاستيراد وصعوبة الحصول على بعض قطع الغيار أو حتى بعض المعدات والتقنيات اللازمة لاستمرارية العمليات التقنية في الإنتاج الدرامي والإنتاج السينمائي. فبالتالي حتى يعني بالبساطة كده، لو إن في كاميرا عطلت ومحتاجة قطعة غيار ممكن ما يبقوش عارفين يجيبوها، مش عشان مش بس ما فيش دولار، لأن كمان ما فيش استيراد. طيب للنوع ده من المتطلبات، فبالتالي لا، هناك أزمة حقيقية وهذه الأزمة ستؤثر بهذه الأزمة وهذا الأمر يا أستاذ رامي. الشركات الصغيرة والمنتجين الفرديين، يعني هناك كيان كبير لن يتأثر بهذا، لأن هذا الكيان مدعوم ب يعني بتقف وراءه الدولة كلها، فبالتالي هذا الكيان لن يتأثر بنسبة كبيرة. ربما يضطر إلى رفع سقف ميزانياته في بعض الأعمال، خصوصا أعمال النجوم الكبار اللي بتتطلب برودكشن فاليو أو قيمة إنتاجية كبيرة، ولكن الكيانات الصغيرة، الشركات الصغيرة، المنتجين الأفراد هم أكثر الشرائح التي سوف تتأثر بهذه الأزمة، لأن دول مفيش وراهم جهات داعمة أو مفيش وراهم تمويل مفتوح يقدر ان هو يسد لهم. طيب، عجز الفجوه اللي هتحصل نتيجه التضخم وانخفاض سعر العمل. هل تعتقد بانه الافلام والمسلسلات التي يجري تصويرها الان قد تنجو من هذه الازمه باعتبار انه الاتفاقات بخصوصها تمت في وقت سابق؟ في رأيي أن هناك بعض الأعمال التي سوف تتعرض إما للتأخير يا إما للإلغاء أو التأجيل.
لا أتصور أن عدد المسلسلات الذي بدأ تصويره في الفترة الحالية، احنا بنتكلم تقريبا في أكثر من 15 مسلسل، لا أتصور أن هذا العدد بكامله سوف يصل إلى شاشة العرض في رمضان، خصوصا الأعمال التي تتطلب تكلفة إنتاجية عالية وليس وراءها تمويل كبير، خصوصا ان احنا كمان بنتكلم عن انه حتى الكيان الكبير رغم وجود جهة يعني جهة يعني جهة من الدولة داعمة ليه، الا ان القنوات هي قنوات خاصة بنفس الكيان، بمعنى ان احنا بنتكلم عن ان هو بينتج وهو بيذيع في قنواته، فإلى أي مدى الإعلانات سوف تستطيع التمويل في ظل حالة الركود والتضخم المتصاعدة، في رأيي إن لا مش كل المسلسلات هتصل إلى الشاشة، هناك طيب. بعض الأعمال التي سوف تتعطل، أي هذه الأعمال لا نعلم الآن، ولكن أقل من العدد الذي يتم تصويره في الفترة الحالية. طب هل يمكن أن تكون هذه الأزمة وهذا الوضع فرصة لتقنين عدد المسلسلات، لا سيما ما يتعلق بمسلسلات رمضان؟ في الحقيقة هي فرصة، يعني هذا الأمر حمال أوجه في مقابل تأثر القيمة الإنتاجية للعديد من الأعمال، هناك ميزة إيجابية وهو تقليل عدد الأعمال، لأن احنا بقالنا سنوات طويلة بننادي بتقليل عدد الأعمال لكي يتاح فرصة مشاهدة يعني شرائح أوسع من الجمهور تتابع عدد أقل من المسلسلات، وده اللي كان حاصل طوال سنوات الثمانينات والتسعينات وحتى مع بداية الألفية، والموعد الشهير لمسلسل 7 وربع على القناة الأولى كانت كل الناس بتقعد تتفرج عليه في رمضان وبره رمضان، فبالتالي الحشد الكبير اللي حصل في رمضان طوال ال20 سنة اللي فاتت بسبب سعر دقيقة الإعلان ده أضر الصناعة على مستويات كتير، ربما تكون هذه الأزمة رغم كل تداعياتها السلبية إلا أن يكون ليها تداعي إيجابي أو يكون ليها ميزة إيجابية وهو تقليل العدد وبالتالي ارتفاع المستوى الفني وإتاحة الفرصة إن هذه الأعمال التي لم تجد مكانا لها في رمضان بسبب تأجيل إنتاجها أو بسبب قيمتها الإنتاجية يتم إنتاجها في وقت لاحق بعد رمضان، وخصوصا إن دلوقتي في قنوات دراما موجودة طول السنة بتعرض مسلسلات طول السنة، فلم يعد رمضان هو فقط الشاشة الوحيدة التي يمكن أن يطل من خلالها صناع الدراما على الجمهور. هل هذه الأزمة ستؤثر على صناعة السينما بنفس القدر أو بنفس قدر تأثيرها على صناعة المسلسلات؟ الحقيقة أنها لن تؤثر بنفس القدر على صناعة السينما، لأن صناعة السينما في الفترة الحالية خصوصا على مستوى السينما المصرية مرتبطة ارتباط كبير على مستوى الإيرادات بالتوزيع الخارجي، احنا بنتكلم على سوق ضخم زي الخليج زي المملكة العربية السعودية اللي فيها عدد ضخم جدا من دور العرض واللي بتشكل الآن مصدر أساسي من مصادر التوزيع الخارجي أو إيرادات التوزيع الخارجي، الأزمة ربما تؤثر على سعر تذكرة السينما هنا في مصر، بالتالي لأن نتيجة التضخم هيرتفع سعر تذكرة السينما، هيرتفع سعر الخدمات التي هتؤدي إلى تقليص عدد الشرائح اللي تقدر تدفع ثمن التذكرة وتدخل تتفرج على فيلم، فالسوق الداخلي على مستوى التوزيع هو اللي هيتأثر، لكن السوق الخارجي مش هيتأثر، وبالتالي عملية الإنتاج نفسها ربما لن تتأثر كثيرا، لكن التوزيع الداخلي هو اللي هيتأثر أكتر. طيب المنصات الشهيرة، المنصات الرقمية الشهيرة التي تتعامل بالدولار، هل ربما ستكون هذه النافذة التي سيخرج منها المنتج ليحافظ على تواجده في السوق؟ الحقيقة المنتج أن عفوا. ممكن لدى بعض المنتجين أن تكون المنصة بعض المنتجين ربما يجد المنصات يعني ملجأ لتوزيع أو إنتاج شغله، لكن للأسف إحنا ما عندناش العدد الكبير من المنصات ما بين قوسين العربية يعني اللي ممكن تستوعب عدد ضخم من إنتاجات الدراما التلفزيونية المصرية بالأساس، بالإضافة إلى أن هناك نوعية موضوعات معينة، كواليتي معين يعني جودة، درجة جودة معينة، أسماء معينة، كل ده ممكن يتيح لبعض المنتجين أن هم يجدوا تصريفا لدى المنصات، ولكن لن يمثل هذا حل نهائي أو حل كبير لكل شركات الإنتاج العاملة في السوق، سوف تتأثر العديد من الشركات التي لن تستطيع أن تصل بإنتاجها إلى هذه المنصات.
في عقالة شديدة أستاذ رامي، هذه المنصات هل ستكون بديلا عن القنوات التلفزيونية في ما يتعلق بالدراما تحديدا في المستقبل القريب؟ الحقيقة في المستقبل القريب يعني سوف تزداد الشرائح التي تتابع المنصات أكثر من الشرائح التي تتابع القنوات التلفزيونية. يعني حتى الآن لا تزال هناك شرائح على المستوى الاجتماعي زي ربات البيوت، زي شرائح الأقاليم البعيدة، لا تزال تعتمد على القنوات التلفزيونية كشاشة عرض أساسية بالنسبة لها للأعمال الدرامية. لكن بعد كده الموضوع هيتأثر. عن المقاطعة لضيق الوقت، الناقد الفني الأستاذ رامي عبد الرازق، شكرا جزيلا. بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، نراكم الأسبوع المقبل بإذن الله.